Donc, professeur Bessalem Sonia, directrice de l'École nationale supérieure vétérinaire. Donc, en ce jour, nous avons signé une convention entre l'École nationale supérieure vétérinaire et NESDA. Donc, c'est une grande opportunité pour l'école, car cette convention va permettre en fait d'accompagner nos jeunes étudiants dans la projection future, dans des projets innovants et qui pourraient être d'un grand apport dans le secteur socio-économique. Il s'agit donc d'une formation vétérinaire, mais ils pourraient répondre, ces étudiants, à travers leurs différentes idées, ils pourraient répondre à des problématiques posées par le secteur socio-économique. Donc l'étudiant, c'est vrai, certes, il a un parcours académique, mais il a aussi la possibilité d'innover, de proposer de nouveaux projets. Ces projets qui pourront être justement aboutir à une micro-entreprise, pourquoi pas. Alors pourquoi une micro-entreprise? Ça lui permettra de ne pas être justement dans le pipe des chômeurs, ça lui permettra de lui-même créer sa propre entreprise et d'apporter un plus à la société. Et à la communauté. السلام عليكم سيدة أبو حفص حنان المديرة الولائية للوكالة الوطنية لدعم والتنمية المقاولاتية. كما نعرفوا أنه جهاز الوكالة أو جهاز نازدا عرف مؤخرا عدة إعادة هيكلة وعرف عدة إصلاحات بعد يعني الخبرة نتاعو لأكثر تواجده أكثر من 20 سنة. هذه الإصلاحات الجديدة اللي وضعتها المديرية العامة أو الوزارة الوصية من بينها أنه لازم دراسة المشروع اللي يتقدم به الطالب لازم تكون دراسة اقتصادية بحت بطبيعة الحال كي يقولوا اقتصادية بحت يجب على هذا الطالب أو حامل الفكرة أو حامل المشروع لازم يعرف بعض المؤشرات الاقتصادية اللي لازم تكون يعني إيجابية باش نضمنوا نجاعة هذا المشروع. وكي نقولوا نضمنوا نجاعة هذا المشروع يعني نضمنوا ديمومة هذه المؤسسة بمجرد تجسيدها على أرض الواقع. لذلك الوكالة الوطنية لدعم والتنمية المقاولاتية وضعت سلم تنقيط واللي مباشرة بعد تسجيل حامل المشروع أو الطلبة الجامعيين أو خريجي الجامعات تسجيل في مراكز التطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات ويعني تلقي التكوين نتاعهم في آخر التكوين راح يتمكنوا هاد الطلبة أو الخريجين من أنهم يتحصلوا على دراسة لسوق دقيقة وبشكل دقيق. هذا المؤشرات أو هذا الدراسة الاقتصادية راح يقوم المحلل على مستوى الوكالة بتنقيطها. مجرد أنه يتحصل على فوق 50% من 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 سلم التنقيط راح يجوز مباشرة إلى اللجنة المحلية لانتقاء وتمويل المشاريع. هذه اللجنة اللي تم تنصيبها واللي تتكون من عدة إطارات من عدة إدارات وين راح يكون تقييم آخر للمشاريع. ومجرد انه هذه اللجنه تقوم بلا فاليداسيون نتاع المشاريع هذه راح نتبناو المشاريع هذه وراح يتم مرافقتها من اجل تجسيدها على ارض الواقع وتمويلها واللي هي مهمه اساسيه لوكالتنا وكاله نازدا.